مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم لنمط المهنة أو مهنة مدرب بفيفا 21. ولكن هاي المرة مختلفة، رح أغير معايير السلسلة، رح نبلش سلسلة إعادة بناء واحد منجيب فريق مثلا من الدرجة الرابعة منخليه يجي للدرجة الأولى الإنجليزية، وبعدين بنرجع مثلا بناخد برشلونة بنعمله إعادة بناء، ولكن كل فريق بحلقة واحدة. فإذا هاي السلسلة وصلت لعدد لايكات كبير رح كمل فيها الحلقة الأولى اليوم، رح فرجيكم اللاعبين اللي قوتهم تحت 70 وبيتطوروا لقوات خارقة مثل 80-85-90. هن بالأساس ضعيفين جدا ولكن عمرهم صغير وبيتطوروا مثل السنة الماضية، مثل أوبيندا، فاتي، كوبو، اللاعبين اللي أخذناهم. ولكن هالسنة اللاعبين اللي رح فرجيكم إياهم أغلبهم مانهم موجودين بالفيفا 20. لهيك بتمنى من الكل أنه يدعم السلسلة، لأنه أنا شخصيا متحمس لها. وأول حلقة رح تكون مع فريق من الدرجة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ورح نحاول بحلقة واحدة بس نصعده للدرجة الممتازة بشكل رائع. فخلينا نبلش بالحلقة الأولى. إذا مثل ما شايفين الفريق اللي أخذناه برادفورد سيتي من الدرجة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وحاولت اتعاقد مع 39 لاعب ولكن ما أجوا كلياتهم. أنا رح فرجيكم اللاعبين اللي تعاقدت معهم واللاعبين اللي حاولت اتعاقد معهم وما قدرت. كمان هدول اللاعبين ضمن القائمة 39 لاعب، عملت ليستة هون ورح إلكم الطاقات اللي بتطوروا لها. فأول لاعب هو فقير، طاقاته 58، وهذا اللاعب بيوصل ل 84، حطينا قلب هجوم. عندنا كمان ويرد صانع العاب بيوصل لطاقات 88، حاليا هو 68 مثل ما شايفين. عندنا جناح اليمين فرنانديز بيوصل لطاقات 87، هو حاليا 69. لادينيتي كمان عندنا 64 بيوصل ل 82. عندنا بيلينغهام جناح ايسر كمان بيوصل ل 88، طبعا اذا شاركوا بانتظام وحاولتوا تلعبوهم. نيتس عندنا باقي شمال، هذا اللاعب بيوصل 86. عنا قلب الدفاع فيتاو، قديش بيوصل فيتاو؟ ل 82. عنا بيرولا ممكن يوصل ل 84. عنا تزوليس حاليا هو مو بمكانه الصح ولكن بيوصل 85. وعنا الحارس مانتل، هو كان موجود بفيفا 20، يمكن اللاعب الوحيد اللي كان موجود غير هدول اللاعبين الباقية. فطاقاته 69 كان بيتطور ل 72 ولكن بفيفا 21 ممكن يوصل لطاقات 83. فهذا الفريق انا حاليا عملته هيك بهذا الشكل، اغلب اللاعبين الجدد، ممكن لاعبين فقط من الفريق، ورح نحاول نتوقع موسم كامل ونشوف اذا رح نقدر ناخده من الدرجة الرابعة للدرجة الممتازة. فكمان عنا لاعبين بالاحتياط تعاقدت معهم، بافلوفيتش سي بي ممكن يوصل ل 83، وعنا اري ام بي اي او مي بي، ما بعرف كيف تلفظ الصراحة، فهذا ممكن كمان يوصل لفوق 80. ويورغانسون عندنا حارس كمان ممكن يوصل لل 84. فحاليا فقط نزلت بافلوفيتش على اليمين وطلعت تزوليس اللي ممكن يتطور اكثر، ولكن خلي يتدرب على الباقي اليمين وبعدين رح نشوف شو رح يصير. اذا وحاليا رح فرجيكم اللاعبين اللي ما قدرنا نتعاقد معهم، ومين منكم ما بيعرف هذا اللاعب اللي صار بباريس سان جيرمان، سيمونز. مستقبل كبير لهذا اللاعب الهولندي اللي عمره 17 سنه، هذا اللاعب ما قدرت اتعاقد معه حاليا ولكن ممكن نستخدمه بسلسله نمط المهنه الطويله اللي رح نلعبها بنادي ضعيف باذن الله. فحاليا انا عم حاول اتعاقد معه كاعاره ولكن ما عم يقبل ابدا. فين غانكام، هذا المهاجم بيتطور بشكل خرافي جدا، كل اللي رح يلعبوا نمط المهنه بتوقع هالسنه رح يشتروه مثل السنه الماضيه. اوبيندا، في عنا اولجوفسكي يوصل ل 81. عنا لاعب تشيركين عمره 18 ممكن يوصل 83. مانجي كمان فوق 80. ريكيك في رياض ميندا، مثل ما شايفين هاي الفرق مكتوبه عندكم على اليمين مشان تعرفوا من وين تشتروا اللاعبين. بيمبيلي ابن عم ديمبيلي، اذا ار بي عمره 17 سنه، صراحه هذا اللاعب لو اشترينا كان ممكن التشكيله تكتمل بلاعبين جدد. فمثل ما شايفين ما بنقدر نتعاقد معه. وفي عنا هدول اللاعب البقيه فينكم تشوفوهم، فييرا، ديمير، لويس هنريكي، راموس، مارا. فكل هدول اللاعبين بيتطوروا لفوق 80 وهن طاقاتهم تحت 70. فاذا حاليا راح نروح للموسم، نتوقع الموسم كامل. مثل ما شايفين انا توقعت كم مباراه من قبل انا وعم بتعاقد معهم، عم حاول اتعاقد معهم، ولكن حاليا راح نتوقع الموسم كامل وراح نشوف هل هذا الفريق سياخذ الدوري الدرجه الرابعه ويفوز بالمباريات بهي اللاعبين الشباب، وهل سيتطوروا، قديش رح نطول لحتى نخليهم يجوا على الدوري الممتاز. اذا هدف هاي السلسله انه نعمل ريبيلد او اعادة بناء بفريق واحد بحلقة واحدة، ممكن تاخذ معي 3-4 ساعات ولكن انتم رح تشوفوها بربع ساعة او 20 دقيقة، فرح يكون الشيء ممتع. ففرجوني دعمكم وبسم الله خلينا نروح نتوقع كل
المباريات ورح ارجع لكم بعد ثواني. اذا وبعد ربع ساعة انتظار بعد ما توقعنا المباريات كلها تلقائيا فرح نشوف خطتنا نجحت ولا لا. متحمس جدا لنشوف اي مركز اخذنا بالدوري. ايضا مثل ما شايفين انهينا الدوري بالمركز الثاني ب 83 نقطة، والفرق بيننا وبين سالفورد سيتي هو فقط 11 نقطة. صراحة مركز جيد جدا، وحققنا 24 انتصار، تعادلنا 11 وخسرنا 11، ولازم نكون طلعنا على الدرجة الأولى حاليا. وحاليا راح نروح على الشيء الأهم ونشوف اللاعبين اتطوروا ولا لا. فحاليا مثل ما شايفين عنا فرنانديز صار 72، في عنا لادينتي 67، بيلينغهام صار 71 بموسم واحد، فيتاو 72، بيرولا 66، الحارس 74، ولكن عنا الباقي اليمين مثل ما شايفين شوي نزل، ولكن ممكن هذا اللاعب صار يلعب هون، لا لحد الان لسه ما تدرب على التمركز. عنا من اكثر اللاعبين اللي تطوروا فرنانديز الجناح اليمين، لعب 45 مباراة، سجل 9 اهداف وصنع 4، طور هذا اللاعب صار 72. عنا تزوليس كمان تطور مع انه لعب 36 مباراة فقط. عنا ويرتز كمان لعب 39 سجل 6 اهداف. في عنا ايفونز سجل 12 هدف ولكن هذا تطور زائد 3. ويرتز من اللاعبين اللي قلت لكم ممكن يتطور ل 88. بيلينغهام كمان عمل 3 اسيست وسجل هدف. اذا حاليا مثل ما شايفين جينا على الدرجه اللي بعدها، هي الدرجه الاولى الانجليزيه. فحاليا ان شاء الله ناخذ مركز منيح. حاليا هم في عنا 24 فريق، في عنا كويك بارك رينجرز موجود، فكمان راح نرجع ونعمل نفس الشغل ونتوقع المباريات. مثل ما شايفين لاعبتنا اغلبهم تطور ولكن في RP مشكلة لحد الآن. إذا وأخيرا جبنا بيمبلي الباقي اليمين، وراح نشوف هذا الموسم راح يضيف لنا شيء وراح يتطور ولا شو. الباقي كلهم كمعنويات وكأداء وكتطور كله مثل ما خططنا له، حتى تزولي صار رأس حربة مع فقير. وبسم الله خلينا نروح للموسم الثاني. بعد ربع ساعة ثانية كمان انتظرنا توقعات وانتهى الدوري الانجليزي للدرجة الثالثة، او الدرجة نعم الثالثة بالترتيب، يعني الممتازة اذا حسبناها الاولى بعدين الشامبيونز شيب بعدين الاولى بعدين الثانية فبصيروا 4. نحن طلعنا من الرابعة على الثالثة، وحاليا من الثالثة على الثانية لحتى نروح للدرجة الممتازة. فبسم الله انا متحمس جدا لنشوف شو صار معنا. اوه اذا الرقم قياسي 115 نقطة بهي اللاعبين اللي شفتوها تحت السبعين، السلسلة رح تكون محطمة صراحة. فإذا حبيتوا هاي السلسلة بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات. خلينا هلأ نكمل. فعنا بيرنسلي وتشارلتون بالمركز الثاني والثالث، فنحن خسرنا فقط خسارة واحدة، تعادلنا 10 فزنا 35. فطالما هيك ممكن نروح هلأ بنشوف الكأس شو صار فيه، ممكن نكون مشينا بالكأس ولا شو. لربما لا 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 صعب جدا كأس الإمارات. وإذا عنا الكأس الثاني حاليا مثل ما شايفين مانشستر سيتي توج فيه، مشينا فيه ولا لا؟ كمان ما مشينا فيه. ربع نهائي التروفي، ولكن بتوقع هذا الكأس للأندية اللي بتكون بالدرجة الثالثة والرابعة، لهيك أداء سيء صراحة، لازم ناخذ هذا الكأس. فإذا هلا بنروح على التشكيلة وبنشوف شو صار باللاعبين. تزولي 70، فقير 64، ويرتز 75، بيلينغهام 75، 72، فيتاو 77، بيرولا 72، فبيمبلي كمان 70، وفرنانديز 77، والحارس صار 79. الحارس حاليا بموسمين تطور من 69 لل 79 مثل ما شايفين. عنا نيتس كان 63 كمان صار 72، تطورات خرافيه صراحه. وخلينا نكمل ونروح لنشوف اذا رح نطلع على الدرجه اللي بعدها. فحاليا خلص موسم الشامبيونز تشيب ومتحمس جدا لاشوف هل نحن اللي متصدرين. صراحه رح يكون شيء خرافي اذا اخذنا الشامبيونز تشيب. اوه اذا 104 نقاط، والفريق الثاني مين؟ نوريتش سيتي. لقد اشتقت اليكم يا نوريتش، الفريق اللي لعبنا فيه نمط المهني الموسم الماضي. ورضا الاداره 77، 4 خسارات، 11 تعادل، 31 فوز، ونحن اكثر فريق مسجل اهداف واقل فريق يقبل اهداف. اذا 104 نقاط، فهي السنه لازم نكون عاملين شغل بالكاس. ما بعرف اذا عاملين شغل، ولكن راح نشوف هون بالكأس الإمارات. إذا وصلنا للجولة الخامسة تقريبا قبل ربع النهائي بجولة دور الـ 32، خسرنا مع الولفز 2-0. ما في أي مشكلة لحد الآن، عم نتقدم بشكل خرافي. نروح على تطور اللاعبين وبنشوف إنه الحارس مانتل أو مينتل ما بعرف كيف ينلفظ 84، فيتاو 81، بيرولا 77، بيمبلي 75، فرنانديز 82،
ويرد 80 فقير صراحة ما تطور كتير، 68 دزوليس 71، فعنا بيلينغهام 80 ونيت 77 وفيتاو ما بعرف إذا قلت 81، ففريق أصبح محترم جدا. وعنا البقية فمثل ما شايفين فقير أو فقير ما بعرف كيف صراحة هاي الأسماء، ولكن فقير على ما أعتقد، وحيد فقير بما أنه اسمه وحيد عربي، فمسجل 12 هدف وعامل 2 أسيست، لعبان 47 مباراة. من لاعبين أيضا المساهمين فرنانتس 43 مباراة 19 هدف و6 أسيست، كمان تزوليس عنده 11 هدف و5 أسيست، ويرتس 22 هدف و10 أسيست. أكتر لاعب مساهم هو ويرتس، مثل ما قلت لكم هو بيتطور ل 88، حاليا عمره 20 سنة وصار معنا 80. وفي لاعب كتير مثل بيلينغهام كمان ملعبان 54 مباراة مسجل 16 هدف وحاليا طاقته 80، صارت صراحة طاقات خيالية. وعنا مثل ما شايفين بيمبلي جبناه بموسم متأخر وتطور زائد 4 صار 75، وكمان ساهم بهدف و7 أسيست. نروح هلأ على الموسم الحاسم، موسم البريمير ليج، ما بتوقع ناخده ولكن خلينا نشوف شو راح يصير. خلينا نجينا على لحظة الحسم وترتيبنا بالبريمير ليج، أكيد ما راح نكون متصدرين أمام المان سيتي وليفربول، ولكن راح نشوف شو سوينا بالفريق اللي كان صفر بالدرجة الرابعة، حاليا طلعنا للبريمير ليج وفي لاعبين كانوا تحت السبعين حاليا صاروا فوق الثمانين. هل سيكونون أبطال؟ لنشوف. لا 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 لا، بعيدين جدا بعيدين جدا، ولكن مركز مقبول جدا ورضا إدارة النادي 81. خلينا نشوف، نحن بالمركز الحادي عشر ب 54 نقطة، عدنا 15 مرة، خسرنا 10 مرات وفزنا 13 مرة. ما في أوروبا ليج، ما في تشامبيونز ليج، مانشستر سيتي أخذ الدوري بفارق 3 نقاط على ليفربول ب 83، برايتون مان يونايتد 76. وإذا خلينا نروح نشوف وين وصلنا بالكأس، كأس الإمارات. فإذا بكأس الإمارات ما لنا مكان، نروح نشوف الكأس الثاني ونشوف إذا وصلنا لمكان معين. كمان فريقنا بالكأس الثاني ابدا ابدا ما نوصلان. ونروح نشوف هلا اللاعبين بعد اربع مواسم تقريبا شو صار بطاقاتهم حاليا. نشوف فقير هذا الموسم صار 72، تزوليس 71، ويرس 84، يبدو هذا اللاعب لازم نعتمد عليه هاي السنه. وعندنا فرنانديز 86، عندنا سي ام 75 صراحه ما تطور كثير، بيلينغهام 83، نيتس 82، 85، 81، 79. صراحة تشكيلة صارت ممتازة. عنا هذا اللاعب كمان أوليفيرا 84 صار بيلعب آر إم كمان. ونشوف أداء اللاعبين بهذا الموسم، فقير فقط 6 أهداف، فرنانديز سجل 15 هدف 5 أسيست، وصل لل 86. ومثل ما شايفين اجتازوا الطاقات اللي قلت لكم عليها، يعني فرنانديز 87 وهون 86، لكن ممكن يوصل لل 90 مثل ما شايفين، حسب انت وفريقك وقديش بتلعبه. عنا تزوليس صراحة أداء سيء بهذا الموسم، 7 أهداف و3 أسيست، 71، يبدو انه ما عم يلعب بمكانه اللي بيحبه. عنا ويرز صار 84، سجل 12 هدف وعمل 2 أسيست. عنا كمان هون هدف و4 أسيست، بيلينغهام 6 ب 6 كل موسم عم يقدم، زاد 3. مين في لاعبين اسا هون؟ في عنا لاعب زاد 4، نيتس صار 82، والحارس صار 88. مثل ما شايفين الحارس بالأحوال العادية قلت لكم 83، وصل ل 88 وممكن يقطع 90 كمان. بقسم التعليقات شو هو الفريق اللي بدكم نعيد بناء، وحتى ولو كان فريق كبير مانشستر يونايتد عندي أفكار خارقة وأفكار إن شاء الله رح تغير فكر بسلسلة مهنة مدرب، فممكن نحن نعمل حلقة لسلسلة مهنة مدرب، ممكن نعمل حلقات طويلة لفريق واحد، ولكن هاي السلسلة إعادة البناء ريبيلد رح أعملها وكمل فيها. مثل ما شايفين أخذنا الفريق وصارت طاقاته خرافية وفريق بيلعب فيه، ولهون رح أنهي الحلقة وبتمنى أنه تكون عجبتكم. شكرا لكم، وكلمة السر هي words مثل ما شايفين، ودمتم بألف خير.